في الشأن المحلي التونسي، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء اجتماعه اليوم على جملة من القرارات ذات العلاقة بتنظيم الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 من ديسمبر القادم. وتتعلق أهم هذه القرارات بطرق تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية. وأفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عقب الاجتماع أن مجلس الهيئة حدد بعض التفاصيل بخصوص التغطية الإعلامية للحملة، موضحا أن وسائل الإعلام بمختلف محاملها مدعوة بمقتضى القانون إلى مد الهيئة قبل انطلاق الحملة يوم 2 من ديسمبر المقبل بمخططاتها التفصيلية لتغطية الحملة. وأضاف بوعسكر أن الهيئة ستصدر مذكرة تفصيلية ستدعو فيها وسائل الإعلام إلى الحرص على تغطية نشاط جميع المترشحين حسب إمكانيات كل وسيلة إعلام وحسب امتدادها الجغرافي، استنادا إلى مبدأ المساواة بين جميع المترشحين عبر آلية القرعة. كما أكد رئيس الهيئة أن السلطة التقديرية تعود لوسيلة الإعلام ذاتها في اختيار عدد المترشحين الذين سيتم فسح المجال لهم على امتداد 21 يوما للظهور والتغطية عبرها في كامل تراب الجمهورية.